الوغ واش الدومين ديال ترانسكريبشن كونفيرت اوديو تو تيكست دومين زوين للخدمه؟ اي زومين زوين اخويا الا بغيتي تخصص فيه دير فيه دي فريلانس. كاين انا اوتر دومين اللي هو زوين هذا غادي نقول لكم الخوت وقلبوا شويه خصكم نتوما تقلبوا على الشركات. هو انك كاين واحد الدومين اللي هو زوين بزاف انا غنقول لكم وفيه الباكيه ودومين اللي هو حنين والقلب كله وين تقدر تخدم به اما دير اعلانات جوجل ادورد ولا تقلب على الشركه تكونتاكتيهم. الدومين شنو هو؟ انك تتحول كتصيفط لك واحد الشركه باغ اكزومبل واحد الشركه المهم شركات او مؤسسات تيكون عندهم اوراق وتيبغيو يردوهم دي فورما تيكست يكون عندهم اوراق وردوهم تيكست وبالتالي كيحتاجوا اللي كتب لهم هذا الشيء يعاودوا يردوا لهم فورما اوراق للتيكست. انت ملي كتعاقد معاهم مثلا كيديروا معاك 10 دراهم للورقه دولار مثلا للورقه انت كتجيب هذيك دولار الورقه كتشد من عندهم مثلا سيبا انا مثلا كتشد من عندهم واحد الباك ديال الوراق كيصيفطوه لك في دي اش ال ولا يو بي اس ولا فيديكس كتجي كتشد هذوك الوراق كطبيهم الورقه ب 10 دراهم طبيعه الحال انت ذكي ما غاديش انت تطبي هذاك الشيء كامل كتجيب الناس يخدموا معاك كتعطيهم 2 دراهم للورقه ولا 3 دراهم عطيهمها 2 دراهم للورقه تعطيهم 2 دراهم للورقه شحال بقى لك في جيبك 8 دراهم في الورقه اش درتي فيها ما زيتي ما حطيتي 8 دراهم كتجيب 8 دراهم للورقه كتعطي الناس كيطبيو عندك دير شي بيرو دير شي حاجه وجيب الناس يبداو يطبيو كتشد هذوك لي فورماتيك كتصيفطهم لهم وكتخدم مع شركه ولا جوج شركات ولا ثلاثه شركات ولا اربعه شركات كلهم كيبقاو يصيفطوا لك الوراق كطبيهم وكتدخل بها صريفه ناضيه. الصعوبه في هذه القضيه هو انك خصك تلقى هاد الشركات اما تخدم بجوجل ادورد دير الاعلان اشهار او لا قلب على جوجل راه از يور بيست فريند باش تخدم هذه القضيه هذه وراه فيها الباكيه كنقول الوغ هذا بالنسبه للسؤال اللي حطوا الاخ